في قلبك حكاية وشك وسراب، ويجي عبالك كلام التراب، وماشي لحالك في دنيا ضباب. تعال نسافر لفوق السحاب. صغيرة يا دنيا وهمومك كبيرة، ونتعب ونحزن مشاكل كتيرة، ولو يوم لمحنا نهاية المسيرة لكنا نسينا ثواني العذاب. تذكر تذكر إلهك معك، بيتمنى ترجع ويحرس خطاك، بيحلي حياتك ينور سماك، وتهتف عيونك هيات قلبي تاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج في الصميم. هذه الحلقة التي تأتيكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، ومن خلال إذاعة فجر أف أم، وأيضا من خلال البث المباشر على صفحاتنا على الفيسبوك. في هذا اليوم نحن سنختار موضوع كثير مهم، موضوع أصبح الآن يشكل ظاهرة، وإن كانت ليست ظاهرة عامة لكن ظاهرة بدأت بالانتشار. هذا الموضوع هو موضوع المخدرات، وموضوع تعاطي الحشيشة، وموضوع ممكن أن ندخل فيه أيضا موضوع السكر والشرب والخمور وما شابه ذلك. نحن نطرح هذا الموضوع لأنه نحن بحاجة إلى أن نحذر أولياء الأمور وأن نقرع الجرس أمام كل المحاضن التربوية، من أجل أن تبدأ بحملة حقيقية توعوية واهتمام بشبابنا، لأنه شبابنا الآن فريسة للمخدرات والحشيشة والسكر. وكما يصف أحدهم أن الحشيشة أصبحت الآن كالدخان، وأن أسعارها أصبحت حتى في تمناول كثير من شبابنا، حتى يحدث الإدمان، وهذا مما ينتج عندنا كثير من المشاكل. حقيقة قبل أن أبدأ يعني في موضوع حلقتنا، بعض الناس بيسألوا إنه لماذا كانت مثل هذه الحلقات وهذه العناوين اللي ممكن نختارها، زي ما اخترنا إحنا عن موضوع الحب والعلاقات الشبابية في الجامعات، اخترنا عن موضوع أهمية الشباب، اخترنا عن موضوع موت الفجأة، هاي نحن نختار عن موضوع المخدرات. يعني حقيقة احنا لن نرضي الجميع أولا، ثانيا انه في بعض الناس يعني يعترض على بعض العناوين، اما لانه يعني بحب الاعتراض، او البعض يعني بيعترض لانه مش عارف شو موجود في الواقع. نحن من اجل ذلك جعلنا عندنا في الظل، جعلنا هناك فكرة فرهود، من أجل أن نصف الواقع وصف حقيقي، من أجل أن نوصل الفكرة للناس هناك خطر داهم لابد من الحديث عنه. كل مواضيعنا اللي احنا بنطرقها هي عبارة عن تجربة عايشناها، مشاكل سمعناها، مآسي نراها في كل يوم، وبعض النماذج التي تأتينا تطلب النجدة أو تطلب منا الحديث عن هذا الموضوع، لأنه حقيقة هو أصبح خطر داهم على المجتمع. هذا موضوع المخدرات اليوم موضوع أصبح موضوع ليس بموضوع السهل، موضوع مصيبة، موضوع مأساة، ابتلاء كبير. كثير من الأسر تأتي لنا في مثل هذا الموضوع. الحقيقة أنا بجوز تحدثت في حلقة سابقة من أسباب أني اخترت هذا الموضوع، هو إحدى اتصال وردني من إحدى الأمهات اللي بتشكي عن حال ابنها. هي عائلة محافظة، بناتها ملتزمات، الأب والأم حتى محافظين على صوم النوافل وقيام الليل والأدب والأخلاق، والناس بيعرفون بهذا الموضوع. في لحظة من اللحظات في فترة المراهقة لابنهم الشاب بيلتم على شلة وصحبة فاسدة، فإذا به يخرج عن إطار الأسرة، يتمرد على الوالدين، يتمرد على النظام اللي بيعيش فيه، شوي شوي للسكر، للحشيش، لتعاطي المخدرات، لترويج المخدرات، للنصب، للسرقة، للسجون، أصبحوا مش عارفين شو يعملوا،
وهم يخلوه داخل الدار وهذا بيشكل خطر على أبنائهم وبناتهم، ولا بيخلوه برا الدار وبطروه، هذا ممكن يجعله طريق اللا عودة ويخسروه إلى أبدا بلا توبة أو بلا رجعة في هذا الموضوع. لذلك احنا نقول حتى نصل إلى مثل هذه الحالة، إلى مثل هذا الوضع، حتى لا نخسر أبنائنا، أبنائنا اللي بنربيهم على عينينا لحظة لحظة وثانية ثانية، أولادنا اللي بيكبروا أمامنا وإحنا بنقوم بواجبهم، نصرف عليهم كل أموالنا وجهدنا وتعبنا وحياتنا من أجلهم. هؤلاء أبنائنا ما بدنا احنا نربيهم لسن معينة ثم نخسرهم في لحظة من اللحظات، وإذا بهم نجدهم مدمنين أو يتعاملوا في المخدرات ويروج المخدرات. لذلك أنا أرجو من الجميع أن يتابعنا، يسمعنا مليح بقلبه وعقله، ويدور على من يعول، على أبنائه، على بناته، على إخوانه، على أصحابه، حتى نستطيع أن نضع خطوة للأمام ونساهم معا من أجل أن نعالج مثل هذه القضية. إحنا اليوم زي ما قلت ظاهرة المخدرات هي ظاهرة يعني بدأت تنتشر وتشكل قلق، حتى أنت أوصل وشوف كثير من القضايا الموجودة في المحاكم، راح تشوف انه في مئات القضايا الان بمخدرات تعاطي او ترويج، كميات كل يوم. احنا سامعين على انه الشرطة تلقي القبض على مرجوي المخدرات وعلى كمية من المخدرات بالكيلوغرامات بفروش الحشيش، اصبحنا نسمع عن شبكات للترويج، اصبحنا نسمع عن مشاتل وزراعة للمخدرات واشتال المخدرات والمرجوانة في كل مكان وفي اكثر من مكان، اصبحنا نسمع عن مصانع ذات آلات وأدوات متقدمة تكنولوجيا من الصعب وجودها ببلادنا في الوضع الطبيعي. لذلك احنا الشرطة مش ملحقة كثير من القضايا والمتابعات، وهذا أمر خطير جدا احنا الآن بنواجهه في واقعنا. لذلك احنا بدنا نسمع ونعالج ونحاول نطلع بتصور من هذه الحلقة. البعض بيقول انه قد يكون هناك مبررات كثيرة، ممكن يقول انه شبابنا هؤلاء البعض ممكن يسن الهجوم عليهم، وبدنا نقتل وبدنا نذبح وبدنا نعمل وبدنا نسمع، وانا ابني اذا عمل هيك والله بقتله، والله بتمرى منه، انا ما بديش اياه، انا بدفنه احسن. هذول او البعض اللي في يعني من الاباء والامهات او كبار السن اللي بيعتبروا حالهم، وبعض الناس بيعتبروا حالهم فهمانين في البلد، اذا ذكرت آفة المخدرات والحشيشة يتعاملوا مع اللي بتعاطوا مثل هذه القضية على اساس انهم منبوذين، على اساس انهم هذول مجرمين، على اساس ان هؤلاء يجب ان يموتوا، لا يستحقوا الحياة. لكن الشاب اللي بتعاطى المخدرات هو يتجاوز مثل هذه القضايا كلها، الشاب هو في عالم والناس في عالم اخر، هذا الشاب غرقان بحاجة الى من يسمعه. لذلك نحن احببنا ان نسمع صوت هؤلاء وكيف يفكر هؤلاء وما المبررات اللي ممكن يعملوها. هناك حقيقة مبررات كثيرة صحيحة متهالكة في كثير من الأحيان لكن موجودة ويرددها بعض الشباب للأسف. هذه المبررات كلها أو بعضها خلينا نسمعها من خلال فرهود ونشوف فرهود كيف يبرر الموضوع، وخلينا نشوف ملك التحشيش فرهود. لا زرع لك بستان حشيش، قراص وبني بالعالي، وخد لك سيجارة ما بتطفيش، هايدرو وجوكر يا غالي. اليوم يا جماعة الخير أنا مزهزه، يعني طاير لأبعد سماء، عقول كارول اسمعها، أنت حدودك الأرض وأنا حدود السماء، وأي سماء؟ سماء مليان دخان يبعث في الأمل ويبعد الحقد والحاقدين، اللهم لا حسد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أما بعد، أمورنا واضحة وبنحب نحكي على المكشوف، المخدرات نعمة من النعم الموجودة في حياة البني آدمين، وعلى فكرة لولاها ما كان لا في مستقبل للبشرية ولا حصال التوفير كبير لأزمات العالم. بنط واحد وبيسأل سؤال حقه طبعا، تفضل يا حبيبي مخدرات ومستقبل كيف؟ سهل يا بني آدم، انت لما تقعد مع حالك وتدخن لك سيجارة جراس أو نايس، انت فعليا بتكون تتفاعل مع المستقبل، ماضيك راح تنساه، حاضرك مش إلك، انت فعليا بتشوف أشياء لك قدام، أو بالأحرى بتقلب على زرقاء اليمامة. وبالنسبة لحصالة التوفير، بالله بدل ما تروح فلوسها العالم على الطبخ والنفخ واللبس والطشش، لا من وفرها من خلال بيع المخدرات بأنواعها. ما اقتنعتوا بعرف والله، بس اعطوني مجال للتوضيح وخذ الحكمة من محشش. هسا مش بنهاية الأفلام البوليسية الشرطة بتكبس على مقر المخدرات وبتصادر مصاري لا تأكلها النيران؟ فكركم المصاري وين بتروح؟
مش بتروح دعما لمشاريع البنى التحتية وقطاعات التعليم والصحة؟ شفتوا وصدقتوا واقتنعتوا إنه المخدرات حصالة توفير لأزمات العالم؟ لو أتفه سؤال بنسأله كيف بتجيب المخدرات؟ ولك الولد الصغير بيجيبه بتاجر، وإنت قد الشرنقة ومش عارف من وين بتيجي المخدرات؟ إن شاء الله من أبو طبل. المهم مخدراته متوافرة، تحكي لها لا؟ ولك يا شرنقة هالأيام الطبيعي إنك تحط بالسي في تبعك إنه متعاطي مخدرات، على الأقل عندك سنوات تحطها بدل سنين الخبرة المطلوبة واللي مش لاقيها. بعدين بالله بدي أسأل سؤال، شو الفرق بيني وبينكم؟ يعني أنا بتعاطى وإنتوا ما بتتعاطوا؟ الجواب واحد، وراح تكذبوا حالكم لو ما صدقتوني. إحنا كنا مخدرين، بس أنا مخدر وبعترف، إنتوا لسه هالسراب اللي بروسكم مش عارف من وين جايبينه. كثير أشياء بتصير حواليكم وبتضلوا مخدرين وساكتين، تحصروا على خيبتكم. بدي إياك تطلع حواليك وتشوف وتقرر إنت، مش أنا اللي رح أحكي لك. مين امتيازاته بالحياة أفضل؟ أنا ولا إنتوا؟ الناس كلها بتيجي علي وبالشيكل وبالمليون نفديك يا فرهود، هيك الكل بيحكي، حتى الكبار. الكبار بيحسبوا الحساب. انت مين معاك ومين سندك؟ انت لحالك مغلوب على امرك وقاعد يا حصرتك. بعدين المخدرات عازل زي عزل الزفتة اللي على الحيطان رطوبة، بس المخدرات بتعزلك مش من رطوبة العلاقات وبس، وبتعزلك كمان من الواقع الزفت ومن الناس الزفتة. يعني تقريبا رح تعيش كيف بدك وبالطريقة اللي ما حدا ممكن يحكي لك غلط او صح، انت اللي بتختار وانت اللي بتعيش. بعدين تعاطي المخدرات بحد ذاته رسالة ماجستير، يعني بدك تكون مثقف لدرجة كبيرة، مش كل من حشش صار يعني انه ضريب ومعلم، لا لا لا. يعني اذا بتدخن وانت جبان وخايف بتسرقك السيجارة وبجوز ما ترجع، صح اللي بيحكم فيه الناس بهذا الموضوع، بس ما بيعرفوا انه انا لما بدي اصحى انه كاسة ويسكي بتحل الموضوع وبرجع لطبيعتي. على فكرة المرجع بهاي المعلومة من كتاب لسه ما انطبع حتى اللحظة بعنوان الحشيش المدفون في اصول الفنون. بعدين انتوا قمة التناقض، بتكونوا منقدين وكل واحد ضارب بوز اطول من يوم الجمعة، واما بتحبوا تهربوا بتصيروا تحكوا وتنكتوا على المحششين. مش عارف شو هالإعجاز والعوج اللي انتو عايشين فيه انتو، يعني اللي بتبنوه بتهدوه بيوم وليلة، يعني يا توعية يا انحراف وخلصنا. وأنا بالمناسبة بحكي لكم استمروا بالتناقض تبعكم لأنه عامل النسوق وترويج صح، فشكرا لكم. وحبيت باي ذا واي نكتة المحشش اللي ضيع جواله وبلغ الشرطة، والشرطة حكت له لو من تحت الأرض رح نجيبه، وهم روح على الدار لقوا عمال بيحفروا أساسات بناية جديدة، حكى لهم المحشش طبعا مفكر انهم بدوروا على جواله، شدوا حيلكم جالكسي هو لونه أسود. بايخة بعرف، شيخ بعرضك دبرني وحلها معي. أنا بلشت بالدلع والموضوع مش قصة ولع ولا إدمان، قصة فكر حابب أعرف مين اللي بيبنيه. ما هو أنا برضو عذرني غصب عني، لما تشوف عش العصفور بالأرض معناها الشجرة زعلانة، وأنا لما تشوفني على البني والجوكر معناها الدنيا ملاني. فشو كيف أعيش بواقع التناقض والمشاكل والإحباط؟ حتى التفاؤل لا لاقي لا بكهف ولا بسماء ولا بأرض، على الله. ألقى معك يا شيخ. يعني والله صحيح انك يا فرهود انك معلم حشش، يعني اكثر من هيك تحشيش ما في. وبصراحه وخليني اقولها على الهواء، وخالد بدير اكيد بسمعني هسه، والله يا خالد اني صرت اشك انك انت يعني لك علاقه يا بالتاجر يا بتروج يا بتتعاطى يا لك علاقات وثيقه مع مثل هذول. يعني هالاسماء اللي جبتها في المخدرات وحافظها حفظ باسمائها، انك يعني معلم خلص. خالد بدير يا عم اللي كاتب هالسيناريو وصوته هذا اللي طلع في شخصية فرهود، انا شايف انك معلم، يعني تزعلش مني يا خالد. المهم من الكلام ترى بتعرفوا على قصة المخدرات والشباب اللي بيحكوا، انا عجبني في الاخر قصة العش اللي نازل والشجرة اللي زعلانة، وانه لما نشوف احنا شبابنا الان متهالكين على، او قسم من شبابنا حتى لا نعمم، متهالكين على الحشيش ومتهالكين على المخدرات. بتعرفوا يعني هذا لازم يعطينا دائما انطباع، احنا اسهل اشي انك انت تهاجم القائم بالعمل بغض النظر هو من جهة مجرم ومن جهة ضحية، لكن لابد ايضا ان نبحث
ونقول شو اللي خلي شبابنا يعملوا مثل هذا العمل؟ مين المسؤول عن مثل هذا الموضوع؟ من المسؤول عن أنه يوصل فئة من مجتمعنا، الفئة الشبابية؟ ولما نحكي عن الفئة الشبابية اللي بشكلوا أكثر من ثلث المجتمع، إذا لأننا بنحكي عن المجتمع حقيقة أو ما عم نحكي عن مستقبل هذا المجتمع إذا بدنا نكون أكثر واقعي. لما نحكي عن يعني من المسؤول ومن الذي وصل شبابنا لمثل هذا الموضوع؟ بتعرفوا انه في انواع من المخدرات، انواع خطيره جدا وانواع بتخوف، يعني حتى هو في فرهود ذكر قسم منها وذكر بعض اسمائها، لكن كثير من الناس مروا عليها وكلهم من عمره ما سمعوا فيها. انا يعني في بعض علاقاتي مع بعض الاخوه في مكافحه المخدرات، واللي بسمع من عندهم قصص لا تتصوروها، بتعرفوا اللي بيطلع الاعلام منها لما يقولوا احنا سمعنا او مسكنا قصه كذا وكذا وكذا، بتعرفوا انه كثير منها كان هذا يخرج على الاعلام، والاكثر والاغلب والشيء اللي فيه طامة اكبر لا يخرج على الاعلام. الان هم يعني احدهم يحدثني بكل اخطر من انواع المخدرات الان الموجوده في السوق، شيء اسمه الجوكر او بنسمع عنه الجوكر، هذا في الاردن مشهور عنه الجوكر، احنا في بلادنا يعني بسموه الهايدرو او بسموه النايس او الهايدرو، هذا يعني نوع منشور الان منتشر في بلادنا، ويا ريت شبابنا يسمع ويفهموا هذا النايس او الهايدرو او الجوكر. وبنسمع انه بعض الناس طششت وبعض الناس ماتت في جرعه زايده لانه خطير جدا. تعرفوا هذا من ايش؟ يعني بيدخل في مكوناته، بيدخل في مكوناته مواد كيماويه، ومش بس هيك، بيدخل في مكوناته مبيدات حشريه، بتعرفوا هاي المبيدات اللي احنا بنشتريها بنرش فيها الشجر حتى نقتل على الحشرات، بيدخل في مكونات هذا الجوكر او الهايدرو او النايس، ايضا بيدخل في مكوناته احيانا سم فيران. يا جماعه الخير، يعني وصلت الحال انهم شرب أولادنا وشبابنا سم فيران، يعني هذه حالي لابد أن يعني ندق ناقوس الخطر فيها. والقضية بتبلش بسيجارة، بعدين بقطعة حشيشة أو بكاس ويسكي أو بعلبة بيرة، شوي شوي سيجارة حشيشة خليه زهزة، شوي سيجارة حشيشة خليه ينسى، شوي يدخل على حبة مخدرات، على شمع، على إبرة، على فإذا به مدمن مخدرات. وثم بعد ذلك ما يقال أن الخمر أم الخبائث، والمخدرات زيها والحشيش زيها، فاللي بأخذ مخدرات لا يعى عن الدنيا، بغيب عن الدنيا، بصير يمكن يضعف أمامها، فبصير نصاب وبصير حرامي وبصير سراك، وممكن يغتصب وممكن يقتل وممكن يعمل العجائب بس من أجل أن يؤمن مثل هذه المخدرات أو أنه يعمل لحاله شيء في هذا المجال. إحنا يعني حقيقة دائما بنقول أنه من اتعظ بغيره هو الكيس الفطن، الإنسان الذكي اللي بيشوف قصص غيره وبيحاول أنه يستفيد منها حتى لا يقع منها لقع فيها. وياريت أنه كثير من شبابنا يسمعوا القصص اللي احنا بنحكيها، وحتى ما نكون احنا دائما نروي عن الآخرين. جيناكم اليوم بقصة شاب بعطينا نموذج عن حياة المتعاطين، وكيف انها صعب كثير، وانها حياة لا تطاق وحياة جحيم، وكيف في الواقع مؤلم. هذا النموذج اللي احنا جبناه سمعنا منه قصته ومثلناها عنا، لانه بتعرفوا احنا قضية في الظل، حتى لو كان في الظل في حساسية عند الناس انها تحكي هي بنفسها قصتها، لكن احنا وجدنا من الناس من عنده الجرأة انه يعطينا قصته، وطلب منه انه احنا نمثل قصته، فمثلناها في الظل ليكون هذا النموذج اللي احنا بنقدمه يمثل عن قصة حقيقية واقعية نعطيكم إياها، فياريت نسمعها جميعا حتى نستفيد من هذه القصة. خلينا نتابع في الظل وهذا الشاب اللي بيحكي لنا عن حاله. رغم أنا كنت عايش في منطقة كلياتها مخدرات وحشيش وسكر، بس ما توقعتش بيوم إني أنا أدمن يعني على المخدرات صراحة. كانت تجربتي أول شيء مع الهايدرو، طبعا الهايدرو هذا كليته كمان صراحة قعدت تقريبا 15 أدمن عليه، بعدين خففت من الهايدرو، صرت أدخل من البني بكل أدمن. أدمنت بصراحة المخدرات، كل أنواع المخدرات اللي هو هايدرو وبني والسبايس كمان، سجاير السبايس، صحيت مرة واحدة طبعا بعد سنتين صحيت. وكانت صاحبتي من أمي الله يرحمها لما كانت لي، وكانت أمي بتعرف إن أنا كنت حشيش، كانت لي أمها الله يرضى عليك أنا إذا متيت ما تمشيش من جنازتي. وفعلا بعد فترة ماتت، حفظت حاجتي وقطعتها وحلفت 100%، حلفت يمين يعني، وفلت والحمد لله رب العالمين. طبعا بحياتي ما كنت انا
أدعي المصاري، كنت أشتغل وأجيب صراحة يعني، وحياتي ما دايرة في محل أو سرقت حتى. أنا كنت أدبر مصاري وأجيب، وفي ناس كانت تسرق وتنهب من بيوتهم أكيد يعني، من بيوتهم من المحلات، من تسرق، ناس بتسرق، معروف كيف الناس بتسرق. أول سيجارة دخنتها أنا ما كنتش متوقع إني أدخنها أصلا، بس طبعا أصدقاء السوء طبعا، مع الجو اللي أنا عايش فيه أدمنت عليه بصراحة يعني. بس بعدين قطعته الحمد لله رب العالمين وتبت يعني، حياتي هسه ما بدخنش يعني، الحمد لله رب العالمين. طبعا جوزاوي يعني، أنا بدخن كل أنواع المخدرات، والهايدرو أكثر إشي يعني، الهايدرو هذا وكمان وكل، بس حابب يجروني زي ما، بس أصدقاء السوء، أصدقاء السوء شو بدك تحكي. وكنت فاقد للحياة، فاقد الأمان، إنه شاب فاشل مش وراه يعني، بس إنه بشتغل من الشغل للدار، لا يعني لا جيزي لا بيت. الهايدرو شو بيعمل في البني آدم؟ الهايدرو بخليك زي الهبيني صراحة بحكي معك، تقعد بالدار ما بتتحركش، بس إنك مبسوط، حتى انت بتخاف تطلع برا، انت محشش بتخاف تطلع برا يعني، اي واحد بيعمل لك هيك تنطز، بيصيبك تهلوس. بعد التجربة انا صرت انا مني لحالي ارن عليه، اخذت رقمه طبعا ويجيب لي هذا، ولا في كان اي مشكلة في المجتمع في المنطقة اللي انا عايش فيها. لا كله كاش، كنت تعطيه كله كاش، ولا مرة تأخرت عليه، حتى لدرجة إني أنا شفت ولد صغير بحشيش عمره 17 سنة، مسكته قلت له شو اللي بتعمل فيه؟ كان بدي أنسى ولا مش بدي أنسى؟ قلت له شو تنسى يا زلمة 17 سنة عمرك؟ شو بدك تنسى؟ شو قلت له شو عملت في حياتك عشان تنسى؟ طبعا أنا مسكته هذا الولد، قلت له أنت ما بتجيب المصاري، ما بتسرق، قال لي أنا بدبر حالي بشتغل. قلت له كذاب، أنت ما بتشتغل، عمرك 17 سنة لسه بدك في المدرسة، من وين بتجيب المصاري؟ طبعا انكر، مش ما بده يحكي. طبعا انا كشخص بشتغل بدي يعني، كنت يعني بدي قفلته يعني، انا ناوي اني قفلته، بس بدي قفلته مع هذا الولد. مسكته قلت له خذ هاي مني انا مصاري، وانا بدي اجيب لك المخدرات ودخن عندي في الدار، لانه الصغير هذا ابوه مقطوع يعني، ابوه لا هو يعني ابوه ما سائل فيه ولا امه سائل فيه، الشاب من عندنا يعني في منطقتنا عايش. قعدت فترة أنا أصرف عليه وأهديه بصراحة بحكي معك، بعد ما أنا انهديت تقريبا يعني، خلينا نحكي 70% انهديت يعني، صرت أخفف من المخدرات. حكيت له خذ هاي مني من المصاري ومني الدخان دخنه، بس إنك ما تطلب من حدا تاني، بدي اهدي زي ما انا ربنا خلاص ربنا بده يهديني. في بنات كمان بحشيش وبدخن، معروفات يعني في المنطقه اللي انا عايش فيها، ما بعرف كيف بجيب الدخان، بس ممكن انه عن طريق جوازهم، لانه جوازهم معروفين برضه بدخنوا. بقول لك شغله، الحشيش عندنا في منطقتنا او في مجتمعنا احنا كفلسطين، خلينا نحكي نسبته عاليه كثير صراحه بحكي معك. وانا انجريت، انا انجريت في هاي المرحله وربنا طلعني منها الحمد لله رب العالمين، ان الله تاب علي فيها. بس السبب الرئيسي اللي خلاني انا قفلته اللي هو امي الله يرحمها، قالت لي ما تمشيش في جنازتي اذا انت لساتك بتحشش، هيك حكت لي. من ساعتها انا قطعته نهائيا، قطعته يعني. انت تخيل واحده تغضب عليك وتموت، امك غضبان عليك وانت لساتك بتحشش، شو معناها يعني؟ انا مش يعني ربنا ما راح يوفقني بحياتي نهائيا، حتى لما لو بدي اخلف ربنا مش راح يوفق اولادي حتى امي. من ساعتها انا الحمد لله رب العالمين فلتت. وانا بدي انصح بصراحه الشباب انهم يجربوا تجربتي. طبعا انا بحكي لك عن تجربتي انا، كانت خفيفه بالنسبه للناس اللي انا بعرفهم لحد الان، ربنا خاتم عليهم، انا ربنا خلص صحاني. ما بدي احكي عن حالي، انا بصلي انا بقطع
مش اني انا دين، انا الحمد لله بصلي بس بكتر وما بصوم كثير، بس بصوم، ما بدي احكي عن حالي اني انا شيخ، بس الحمد لله ربنا مش خاتم علي لساتني صراحة، والحمد لله رب العالمين. في ناس انا بعرفها ربنا خاتم عليهم، ربنا خاتم عليهم. ونصيحتي للشباب وللصبايا وللناس الصغار، ما تعيشوا التجربة اللي انا عشتها، كانت اولها دمار، مش بحكي لك اولها دلع واخرها ولع، وفعلا اولها دلع واخرها ولع، بس انا ربنا سحرني فيها هي الضربة. يعني ربنا بعت لي امي، انا بعت لي امي بكل، بعت لي امي بتغضب علي ولا بتغضبش علي، انك فلته. نصيحتي انا مني، انا نصيحتي نصيحة مني لكم، بشركم من المخدرات وكليات وحكي فاضي، ماشي بتنسى فترة معينة يوم يومين، بعدين بترد ترجع تحشش، بترد تصرف مصاري. نصيحتي مني لكم، إن كانوا شباب ولا صبايا ولا كبار في العمر حتى، وإن كانوا كمان أطفال، نصيحتي لكم بشركم من المخدرات وكليات وحكي فاضي. وكلياته حكي فاضي. يعني زي ما شفنا في هذا اليوم، وشفنا هذه الحالة اللي عرضناها، وهذا النموذج، هذا النموذج زي ما قلنا، يعني هو نموذج تمثيلي، وبيحاولوا الشباب دائما انه يعني الصوت يغيروا ذلك. وبعض الناس بيشكوا انه في مشكلة في الصوت احيانا، لكن هو بحاجة لنوع من التركيز، واحنا ان شاء الله هذه المشكلة التقنية راح نحاول نعالجها في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا يعني لاحظوا هذا الاخ اللي احنا جبناه اليوم وحكاه، كان في حدث كبير في حياته هو اللي اعطاه دافع انه غير حياته، موت والدته اللي قالت له اذا متت تمشيش بجنازتي، فحس انه انا خسرت والدتي وانا ممشيش بجنازتها، وامي ماتت وهي غضبانه علي لاني بتعاطى، لازم اقطع. وهذا كان اكبر قال كان يضعف احيانا، لكن هذه الذكرى هي اللي كانت تخليه يرجع ويوقف في مواجهة المخدرات أو مواجهة الحشيش، وموصل لمرحلة الإدمان على المخدرات، لكن هو كان يتعاطى الحشيش بشكل كبير، فلذلك هو رجع دائما لهذا الموضوع. إحنا في مثل هذه القضايا، قضية المخدرات وقضية الحشيش، لازم نسأل أنفسنا سؤال، إنه شو اللي بخلي شبابنا يعملوا هيك، وليش هم بتعاطوها، وشو الدافع اللي بخلي الشباب يروحوا باتجاه الإشي الغلط مع أنهم بيسمعوا أنه إشي غلط، ومين المسؤول عن مثل هذه القضية، وكيف ممكن يكون الحكم المناسب للي بيروجوا مثل هذا الموضوع. هذا تماما اللي احنا سألناه على الفيسبوك، وحبينا نشرك الناس معنا في هذا البرنامج، برنامجكم في الصميم، واخذنا حقيقة تعليقات كثيرة. وانا اسمحوا لي في البداية اني اعتذر عن اخذ كل التعليقات، لانه ما بنقدر ناخذ كل التعليقات، فلذلك انا اشكر كل اللي شاركونا بلا استثناء فردا فردا، لكن احيانا بتكون بعض التعليقات متشابهة، فبنحنا بناخذ بعضها وبنترك بعضها، ومرات بنأجل يعني احد الاشخاص المشاركين فينا ممكن ناخذ حلقة والحلقة الثانية لا الى اخره، لكن بما يمكن ان يستوعب وقت الحلقة. لذلك اسمحوا لنا أن نأخذ بعض التعليقات اللي احنا اخترناها من هذه التعليقات. التعليق الأول عندنا في فقرة طبعا فيسبوكيات، التعليق الأول راح يكون عندنا لمرام أبو ربيع. مرام أبو ربيع فيسبوكيات إنه السبب قلة فرص العمل، الوضع المتدني، الصحبة الفاسدة، قلة الدين والتوعية، عدم مراقبة الأهل، الوضع العائلي المتفكك، ضغوط الحياة. أكيد كل إنسان بموقع المسؤولية، من الأسرة إلى المجتمع إلى الشركات المروجة إلى صاحب البقالة، الحكم هو السجن لكل شخص بروج للأشياء هاي، وتطبيق الفعلي للردع الآخرين. يعني هي حكت كثير من الأخت مرام الله يجزيها الخير، حكت كثير من الأسباب اللي قد نتفق عليها، فرص العمل، وضع متدني، في صحبة فاسدة، فيش دين، قلة توعية، عدم مراقبة الأهل، وضع عائلي متفكك، كل هذه الأمور، ضغوط الحياة، هي كلها أمور ضاغطة على نفسية الشاب. هذه ليست مبرر حقيقي، احنا لا نجعل مبررات، يعني مش والله ما دام الواحد يقع في مثل هذه الأمور معناته خلص روح يتعاطى المخدرات، لا، لكن احنا بنكون نطع بعض الأسباب التي قد تدفع لمثل هذا الموضوع. لكن انا جبت هذا التعليق بس عشان لما قالت انا المسؤول كل انسان وكذا، وقالت الى صاحب البقالة، شو دخل صاحب البقالة؟ وهذا الموضوع المهم. تعرفوا انه المخدرات تبدا بالسيجارة،
ليس كل واحد دخن يعني بده يتعاطى مخدرات، لكن كثير او اغلب اللي بوصلوا لمرحله المخدرات بيبدا الموضوع بالسيجاره. هذه السيجاره باخذها من ولد، باخذها من صاحبه، باخذها من طفل، باخذها هم اطفال اثنين بكونوا، احنا بنشوف مرات في الشوارع بكون ماشي وشنته على ظهره وحامل سيجارته في ايده، هو مش طالع من الارض كله شبر ونص. في بتلاقيه ولد صغير يعني بتتخيل هو صف سادس صف سابع، بس في هذا النطاق العمري اللي احنا بنطلع عليه. احنا لما نشوف مثل هذه الحالة يعني نصدم وبنقول انه يعني شو الوضع اللي احنا وصلنا له لهذه الدرجة. طب هذا منين جاب سيجارة؟ يعني سرق من ابوه؟ طب اول مرة سرق، ثاني مرة سرق، ابوه شو اكتشف الموضوع؟ لا، بنجد انه للأسف الشديد بعض المجرمين، وانا يعني احفظوا عني هذه الكلمة، وكل صاحب بقالة ببيع دخان مفرق للأولاد الصغار هذا مجرم ولازم يتبلغ عنه، ولازم الشرطة تمسح في الأرض، ولازم يتجرجر في المحاكم، ولازم أهل الحي يوقفوا له وقفة، يعني القضية مش بخاطره، مش على كيفه، هذا الموضوع لازم ينحط له حد. يا جماعة الخير هذول أولادنا الصغار، بده يقلد، بده يعمل حاله زلمة، بده كذا. لما أنا ألاقي صاحب البقالة فاكك باكيت الدخان، الله لا يبارك له عشان يربح له شيكلين زيادة، بدل ما الباكيت يبيعه ب 23 و 24 هيك ببيعوا اضعاف مضاعف الباكيت، بدل ما يبيعوا بهذه الطريقه عشان يربح له شيكلين وعشر شيكل زياده، قاعد بقتل باولادنا وبدمر اولادنا وبسمم اولادنا، وبالاخر بتعودوا شوي شوي بتلاقيه من الدخان. اذا هذا عمره 12 13 سنه طلع مدخن، طب هذا لما يكبر وتصير بالتوجيه شو بده يتعاطى؟ لما بده يصير جامعه شو بده يتعاطى؟ بعدها شو بده يتعاطى؟ بعد شوي بوصل مخدرات، شو سببها؟ سيجاره من تاجر جشع، تاجر مجرم، من تاجر هو قاتل للطفولة وقاتل للشباب في الحقيقة. مثل هؤلاء يجب أن يوضع لهم حد، وأن لا تأخذ أحد بهم رأفة. هيك لازم إحنا نتعامل مع مثل هؤلاء، يجب أن يقاطعوا تجاريا وماليا وفي البضاعة، ولازم تشرشحوا في أقسام الشرطة وفي المحاكم حتى نوصل لمرحلة أن هؤلاء التجار مجرمين. يا جماعة الخير والله العظيم قسم بالله مجرمين. لما أنا أوصل تاجر قاعد ببيع ولد صغير بسيجارة، هذا الموضوع مش بسيط. إحنا ممكن هذا نتناول في موضوع الدخان، لكن أنا جبته اليوم لأنه موضوع المخدرات يبدأ بسيجارة في كثير من الأحيان. أبو وطن بقول من ضمن الأمور اللي يعني السبب لأنه صار سعر الدخان مثل سعر الحشيش، ما في فرق بين الاثنين، يعني الدخان ارتفع والحشيشة من كثرتها بالسوق صار سعرها نازل، وهذا أخطر ما في الموضوع. أنه بجوز هذا التعليق أنا جبته لأنه أصبح الحشيش الآن يعني ترويجها بشكل لا يتصور كثير جدا. اقعدوا مع الشباب، يا ريت بس تسمعوا اللي احنا بنسمعه، يا ريت بتشوفوا النسب العالية قديش في نسب عند الشباب بتحشش. يعني هذا الأخ اللي احنا يعني جبناه كنموذج يحكي، قال في منطقته النساء، في بعض النساء بتحشش، في أطفال صغار بتحشش، بدور على الحشيش من هون ومن هون، وبعض المروجين خصوصي. هذا نزع قلبه تماما من كل قلبه، لا رأفة ولا رحمة، عنده استعداد انه يزرق شحطات حشيش للأولاد الصغار عشان يتعودوا بالآخر يجوا يصيروا عنده من زباينه الدائمين عشان هو يربح مصاري بزيادة. حمود الزغل بيقول انه من الاسباب التجربة، انه الطفل دائما بيحاول يجرب، انه بيحكي لك ليش ما اجرب وشو ممكن يصير وهيك امور. لازم يكثف الرقابة على مثل هاي الأمور. وبالنسبة للحكم بيختلف حسب الترويج أو الاتجار أو التعاطي فقط. طبعا لازم إحنا نشد على موضوع المروجين وأن تكون العقوبات رادعة جدا، ويا ريت إحنا بنتمنى أنه تكون فعلا أحكامنا القضائية بهذا الاتجاه. مجد سليمان بقول العامل النفسي أهم الأسباب، وهو ناتج عن عدم الاهتمام بالأبناء مثل السماع لهم ومناقشتهم ودور الأب في المجتمع العربي. غالبهم ليس أكثر من وزارة للعقوبات والتوبيخ والأحكام، والأم بتكون الطبطبة والتستر على أخطاء الأولاد خوف من الجلاد اللي هو الأب الذي لا يعرف سوى العقاب الجسدي والتوبيخ. المجتمع الفلسطيني المتذمر المتباكي اللوام على مدار الساعة متشائم وتربة خصبة جدا جدا للإشاعات. يعني الله يجزي الخير، هذا يعني الأخ مجد سليمان بيحكي عن قضية كثير مهمة. بيجي الأب بتلاقيه يعني مستنفر، وإذا سمع أنه ابنه دخن بقيم لقيامي وبلش يجلد وكسر، وعلى أي خطأ صغير لا تفاهم بينه وبين أبنائه إلا بالعصاي، إلا بالمسبات، إلا بالقتل، إلا بالإجرام. الأم بتكون ويلها خايفة على ابنها، ويلها بدها تحكي لأبوها، الأب خايف أنه يجرم في الأب، خايف الابن يزداد تهور وانحراف، أو بنفس الوقت خايف أنه الأب يجرم فيه، فخوفه على الابن بتحكيش للأب، فالابن يتمرد والابن يزداد في غيه ويزداد في 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 في, في, في
مشاكله والابن يزداد في هذا مثل هذا التعاطي وهذه القضايا الخاطئة والسلوكيات السلبية الشديدة جدا. احنا بنقول للآباء يعني انا برأيي انه لا اعمم، لكن في كثير من الأحيان قبل ان يكون الولد مجرم الأب مجرم، في كثير من الأحيان قبل ما يكون الابن هو اللي يجب ان يعاقب، انا برأيي يجب ان يعاقب قبله الأب، لانه زي ما انت بتشد انا شو بعمل، انا ربيت وانا قلت له وانا ضربته وانا منعته، لا قبل هيك قعدت مع ابنك حكيت لابنك، بنيت جسور محبة بينك وبين ابنك، كنت انت قدوة عليا لابنك، فتحت خط بينك وبين ابنك تحكي بهدوء وتحذره وتشوف صحبته وين بروح وين بيجي شو بيعمل بمحبة. احنا دائما بنحفظ المثل، انا لو نعمل مسابقة سنعطي له منتصر العناني ويعملوا مسابقة عشان نربح الجوائز، ونقول اكبر المثل ان كبر ابنك بتلاقي كل الام بتقول خاوي، ان كبر ابنك خاوي، في حد مش حافظ هذا المثل؟ كلنا حافظينه، لكن عند التطبيق ليش لا؟ في فجوة كبيرة جدا بين الآباء وبين الأبناء. صحيح أنه ممكن الوضع اللي احنا عايشينه ممكن يصنع بعض الفجوة، لكن بتلاقي الأب بحط إسفين بهالفجوة بلش يدق حتى يبعد هذه الفجوة بالزيادة ويبعد المسافة اللي بينه وبين ابنه بالزيادة، فبتلاقيه بعيد جدا عن ابنه، وهنا الخطورة اللي احنا بنقولها. لذلك أهم سبب أو أهم طريق لكي نعالج مثل هذا الموضوع هو أن نجعل جسور محبة بينه وبين أولادنا، لغة حوار بينه وبين أولادنا، إنه نعلمهم إنه أول ما يخطئ الخطأ ما يستمرش، يجي يحكي وإحنا بنساعده يطلع من الخطأ، أول ما دخل السيجارة خلينا نعالجه، حتى لو إجا ولده أضغاه وشربه جغم خمرة ولا بيرة ولا شربه شفطة حشيشة، يجي لو حكى أو يعرفنا خلينا نعرف نعالج هذه القضية فيه، ما بين العقوبة والمحبة، ما بين الشد والرخي، حتى نستطيع أن ننقذ أبنائنا، لأنه هدفنا مش نعاقبهم، هدفنا أنه ننقذهم. مروان غريفي يقول عن الأسباب، قلة اهتمام من الوالدين وعدم مراقبة أبنائهم وعدم معرفة أصدقائهم، طبعا بذكر أسباب أخرى، ضعف الوازع الديني، قلة وسائل التوعية التي تحذر من هذه السموم وإن وجدت فهي وقت الحدث فقط، تنشيط طور الدرب والتعليم المساجد في توعية الناس، عدم التهاون مع تجار ومروجي هذه السموم والضرب بيد من حديد على أيديهم، وسائل الإعلام وتتمثل في مسلسلات أفلام تدور حول المخدرات العصابات كسب المال السريع من تجارتها مع الشكر والتقدير والاحترام للجميع لإثارة هذا الموضوع الخطير. يعني احنا بنقول فعلا، انا يعني اخر تعليق اللي هو كسب المال هذا اللي حكاه فرهود قبل شوي، ما هذا الزلمه بيحكي لنا من حكاه فرهود انه بقول لك احنا يعني من ناحيه اقتصاديه هذول بزيدوا ماديا والدول اصلا بتستفيد، ليش متغلبين احنا بنمسكهم، لكن نمسكهم فبيجي هالاموال كلها للدوله ببنوا لها بنى تحتيه، لا بدناش البنى التحتيه اللي جاي من الحرام ومثل هذا الموضوع، بدناش اولادنا يتعاطوا مخدرات وبدناش هذا المصاري. كسب المال اللي بيقصده الاخ انه من خلال الاعلام احنا بنشوف كثير من القصص انه مروج المخدرات صار غني جدا، فبعض الشباب اللي قاعد عن العمل وما فيش مصاري فبتلاقيه صار يفكر في الموضوع انه انا شو بعمله، خليني انا اجيب مصاري، احسن طريقه طريقه سريعه هي موضوع التعاطي الترويج المخدرات، وهنا الخطوره هو بدا بقله اهتمام من الوالدين وعدم مراقبه ابنائهم. يا ريت انه احنا نراقب اولادنا وبناتنا ونحاول انه احنا نحط إشي بيننا وبين اولادنا وبناتنا ونحاول انه احنا نعرف هم تحركاتهم واصدقائهم وشو بيعملوا، يا ريت هذا الموضوع، لكن مش بدون ما احنا نشعرهم انه احنا داخلين على خصوصياتهم. محمد البكر بقول يعني طرح رائع دكتور وفقك الله، الله يجزيك الخير، هذه الآفة خطرة جدا ويجب محاربتها بكل ما وسعنا، اما بالنسبة للشباب المتعاطين هو قلة الدين الفراغ ضنك العيش اللي بنمر به والتجربة والمشابهة، المشابه غيرهم هذه قضية خطيرة، انه بيحاول يشابه دائما غيره، المسؤولين عن ذلك اذا الاب الاحتلال بالدرجة الأولى، الاحتلال أولا والأب أيضا بالدرجة الثانية، القضاء اللين مع مثل هؤلاء، اللي بيحزن بقول لك التاجر إذا قبض عليه متلبس فتجده ثاني يوم يتسكع بالأسواق، وهاي الناس اللي فوق القانون أي فوق الفساد، المشكلة مش موضوع فوق القانون الفساد، المشكلة إنه في التهاون في التعامل معهم في موضوع القضاء، والمشكلة إنه بتلاقي مسكوا مروج المخدرات بقدم تكفيل أول يوم أول مرة ثاني مرة ثالث مرة ربع مرة، لكن القاضي ما بقدر ضله مأجل فيه، فبالآخر بعطيه إفراج بكفالة حتى حين المحاكمة، وبتلاقيه طلع روج، هذا إذا لسه ما روجش هو في الداخل بحاول يعمل بعض الصفقات، هذا يعني قضية خطيرة، أنا برأيي لازم القانون يعني يسمو ويتطور بحيث يصبح هناك ردع حقيقي لمثل هؤلاء، ونحكي كمان شوي عن هذه القضية. الأخت نجاة بدير بتعلق وبتقول اللي خلي الشباب يتعاطوه بعد الناس عن الدين وغياب المعلم القدوة خاصة في حصة الدين، السبب الثاني توفر وزراعته على عينك يا تاجر،
فلم نكن نعرف ولا نسمع به مثله مثل مرض السرطان، وكأنه مصحوب بالضعف العربي من كل النواحي. صحيح أنه الأمة دائما المضطهدة، الأمة المحتلة هي، وهذا لا ننسى أنه ويجب أن لا يجب عن ذهن أن الاحتلال يتربص بنا وهو من أكبر المروجين لمثل هذه السلعة، لأنه هذا بيخرب شبابنا، هم معنيين بتخريب شبابنا. عبد الله العايدي بكل الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والأوضاع المفروضة على حياتنا بتخلي الفئة الشابة أولاد وبنات يتوجهوا للمخدرات للهروب من هذا الواقع الصعب. طبعا هذا شيء غلط، لازم تكون توعية كبيرة حول أخطار هذه الآفة، خصوصا بالمدارس من قبل المرشدين، وأنا أقول المساجد والأماكن العامة وتوزيع كتيبات على جميع الطلاب بالمدارس ليكون عندهم وعي أفضل ويقدروا يحاربوا هذه الآفة. طبعا عبد الله العايدي في تعليقه بيحكي عن شغله كثير مهمه، وخلينا نسال حالنا سؤال بصراحه، قديش في عندنا وعي وتوعيه وين البرامج التوعويه لابنائنا في موضوع المخدرات؟ كم برنامج سمعتوا عن المخدرات؟ كم قصه سمعتوا عن المخدرات؟ كم كتيب توزع على المخدرات؟ كم حصه انعطت في المدارس؟ مش حصص بس هيك شكليه يلا عملنا نشاط حصه بنجيب لنا صف ولا صفين بسمعوا طب وباقي الطلاب المدارس، ليش ما تكون عندنا حصص ممنهجه في طلابنا من المرشدين التربويين، يقعد حصه بدل حصه النشاط بدل حصه الفن بدل حصه هيك حصه اضافيه حصه كذا زي ما بدنا نعلم اولادنا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعربي. لا، اهم من هذا كله انه انا اعلمه انه في شيء مخدرات والصحبه السيئه ودير بالك واحذر وأضرارها ومخاطرها وأمراضها وكيف واضع واقع المدمن على المخدرات وكيف بصير وكيف حياته وكيف بدمر حاله بدمر أهله بدمر مسمعته وبخسر دنياه وبخسر آخرته وكيف حب الله. هذه القضايا لازم ليش أنا بدعو مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم بشكل عام، وإذا مش بشكل عام عندنا مديرية التربية والتعليم في محافظة تركيا ما الله يجزيها الخير، يا ريت إنه تكون مبادرة عندنا. ليش ما نعمم إحنا على طلابنا وعلى مدارسنا وعلى مدراءنا إنه يعملوا حصة ثابتة أسبوعيا مثلا نتحدث فيها لكل صفوف المدرسة عن موضوع المخدرات وعن موضوع لكي يكون هناك توعية. والله العظيم هذا سيثمر، لما الأولاد الزوجة نحكي له عن المخدرات وخوفه من المخدرات أكثر مرة وتنتين وثلاثة وأربعة واشرح له عنها، أنا بهذه الحالة ممكن أنقضه منها. محمد بركات بقول لا بدي أولاد ولا بدي نسوان، الجهتين أكيد بلا، يضل الواحد أعزب الجهتين أكيد بلا، يظل الواحد أعزب أفضل على قدر ما أسمع. لكن هذا يعني هذا محمد بركات يأساه من الحياة كلها شكله، ولا أولاد ولا نسوان، المشكلة يعني لا بنعرف نعيش لا بدون نسوان ولا بدون أولاد، وحكي فاضي هذا الحكي. هذا بس لأنه يعني كلة ذات اليد، يعني إشي مش طايق اللي مش عارف يطول العنب بكل عنه حصره. وأنا محمد بركات لا عارف يتجوز ولا عارف يجيب أولاد، كون قالك لا بدي نسوان ولا بدي أولاد، الجهتين أكيد بلا، لأنه الواحد لازم إذا بده يبني حياته لازم يفكر في هذا الاتجاه، ولازم يعمل في الحل، مش إنه نهرب، الحل إنه إحنا لا نقدم ونعطي صورة حقيقية، صورة واقعية وصورة إيجابية عن كيف نربي أولادنا صح. لا إحنا بدنا نسوان وبدنا أولاد، بدنا نتجوز ونفتح بيوت ونعيش أجمل الحياة من خلال حياة أسرية، لكن بدنا نشي أولاد صحيحين واعيين على تقوى الله عز وجل، يحسنوا بناء الدنيا ويحسنوا بناء الآخرة كذلك في رضا الله سبحانه وتعالى. يعني أيضا من المشاركات اللي احنا بنقولها زي الفيسبوك، عندنا برضو صوت الشارع. صوت الشارع عندنا اليوم بده يحكي لنا عن الحشيش، ونشوف الناس شافت حشيش ولا ما شافتش، وهل هناك فعلا ظاهرة أو مش ظاهرة. بعض الناس بيقول لك لا ظاهرة، لا بعض الناس بيقول لك لا مش ظاهرة. خلينا نسمع شو بيقولوا الناس حتى ما نقولوش انه الشيخ لحاله والله بيقول عنها ظاهرة، وشو اللي بيخلي الشاب او الفتاة يلجأ لمثل هذه الامور. نسمع الصوت الان مع صوت الشارع. حشيش ومش حشيش وهيك وهي الشغلات ومتعاطين حشيشة؟ شفت؟ لا ولا مرة شفت الحشيش فيها، موجود وبكثرة كمان موجودة أكيد. الواضح من بشكل عام يعني هذا انه مبين بكثرة يعني كمان أكيد، فيش مجتمع بيخلى من هاي الأمور مع الأسف، يعني ظاهرة عالية جدا، فيش مجتمع بيخلاش. أنا بتدير أسباب كثيرة، أهمها حالة الإحباط اللي بوصلوها الشباب، تبدأ يعني من قصة البطالة، عدم وجود مراكز شبابية، من قصة الأوضاع يعني الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع السياسية، إنه كمان فيش أفق للحل، وبالتالي هو يعني لا هو لا عايش بالدولة ولا تحت يعني هو تحت الاحتلال أول على التالي، فبالتالي كل هاي العوامل يعني أكيد بدها تتسبب بشكل مباشر عمليا على سلوك الشباب. جهل الوضع الاقتصادي أو معهم ما عندهم مش فكرة عن شو الحشيش وشو بيعمل الحشيش وهيك مساوئه يعني. كلت الدين اهم شيء،
وعدم التوعية من الأهل، وما في متابعة من الجهات المسؤولة يعني بالضغط والعقوبات الصارمة بهذا الشأن. ممكن ضغوط الحياة، ممكن مشاكل، ممكن في الشغل، في الوظائف. الحشيش والمخدرات يعني بدها أموال، بدها أموال لجيبها عشان يعني يشربوها ويعملوها. بكون معه يعني ماشي مع حد صاحبه وبتعاطى هذا الإشي. كل الوعي عندهم إنه هذا الإشي راح يضر بصحتهم وراح يأخذهم للهلاك للآخر. وكل التعليم يعني أغلب المجتمعات التعليم بكون قليل، مشان هيك بتكون هاي الظاهرة منتشرة. الشاب يعني لما يحس حاله بعد دراسة بالجامعة، بعد ما يصرف مصاري خير، يعني مصاري خير الله زي ما بقولوها، أهله يتعبوه ما بدرسوا فيه، ولاقي حاله عمليا قاعد في البيت لا حول له ولا قوة، يأخذ مصروفه من أمه ولا من أبوه، هذا بالضرورة بده يخدش كبرياء وبده يأثر عليه وعلى شخصيته وعلى بنيته. هذه كلها عوامل الإحباط تدفع الشباب للتعاطي وإنه يذهب لمسلكيات خاطئة بشكل عام. احنا يعني حقيقة انا كنت مندمج ايضا في التعليقات الموجودة وقديش الناس متفاعلة في الموضوع. لاحظوا مثلا عواد شافي على البث المباشر بقول، عيد عواد شافي على البث المباشر بقول افضل علاج لمروجي المخدرات بنظري هو الاعدام كي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وبعض الناس في الحقيقة، بعض البلاد في الحقيقة بتكون فيها هذا القانون، وإنه اللي بنمسك بروج مخدرات بكون عقوبته الإعدام، لأنه الإنسان لما يقتل هو بقتل واحد، لكن لما مروج المخدرات هو بقتل جيل بأكمله. فأنو الأخطر، الأخطر اللي بقتل ولا الأخطر اللي بروج مخدرات؟ أنا يعني قد يكون أحيانا مع هذا الرأي. لولو سامر بتقول المخدرات خطيرة جدا وتكون نهايتها الفواحش والرذيلة، وهذا أيضا واقع إحنا بنقوله. وللأسف الشديد لاحظوا عن كثير مروج المخدرات بصير قتل عنده سهل، الزنا عنده سهل، الاغتصاب عنده سهل، النصب سهل، السرقة سهلة، الاعتداء على أهله أحيانا بيكون سهل. هذه كلها قضايا خطيرة جدا، وكما قلت أنا في بداية الحلقة، الخمر أم الخبائث كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ختام جميل بتقول لماذا بلادنا مفتوحة هكذا بدون وضع نقاط تفتيش لكل من يدخل بلدنا وتفتيش السيارات مثل ما يفعل الاحتلال، لا تدخل سيارة إلا ويقومون بتفتيشها. نحن نمتلك أفراد شرطة وجنود، لماذا لا يكونون دائمين على مدخل المدينة؟ لا صراحة أنه يعني كثير بتكون هناك نقاط تفتيش وبوقفه، وجهاز المخدرات عندنا جهاز حقيقة نشيط جدا، لكن أنا بقول صحيح أنه أعداده لا تكفي، نحن بحاجة إلى زيادة أعداده. قد يكون هذا يعني القضية منيح ما بتدخلش فيها، قد يكون أنه بحاجة إلى إعادة توزيع أحيانا في أعداد الأجهزة الأمنية، يعني بدنا نضخ عدد في موضوع مكافحة المخدرات لأنه موضوع خطير جدا. لكن أيضا إحنا عندنا مشكلة كبيرة، بجوز قد تكون أحيانا الاتفاقيات اللي بتكبلنا، لأنه نحن لا نستطيع اعتقال حملة الهويات الزرقاء من الداخل الفلسطيني، فبتلاقي أحيانا بعض المروجين بيعتمدوا على هذه النقطة، بيجوا بيمسكوهم جماعتنا وبيضطروا في الآخر بيطالبوا فيهم الطرف الآخر من خلال الارتباط، فبتسلموا للطرف الآخر. هو المفروض أنه من ناحية الاتفاقين هم يحاكمهم، لكن للأسف الشديد لا يتم محاكمتهم، بيروحوا برد بيجيبوا مخدرات وبيجيبوا خمور وبيجيبوا حشيش على بلادنا، وهنا بتكون الطامة الكبرى. أغلب المشاتل والمصانع اللي انمسكت بيكون احد شركائها وبكون من حملة الهويات الزرقاء. احنا اهلنا واحبابنا جوا، احنا لا نتهمهم، لكن انا بقول كيف الاحتلال يستغل مثل هؤلاء مع بعض زبانيتهم في بلادنا هنا في الداخل في في في, في فلسطين المحتلة 67. هذا الاشتراك والاحتلال هو الراس، هو اللي بده يروج لمثل هذه القضايا. طبعا تعليقات كثيرة على البث المباشر. احمد داغر بقول قضية المخدرات مش بفلسطين بس بالعالم كله، هاي قضية مهمة ويجب التركيز عليها، ولابد أن نجد حلول لها، أولا بالقوانين الصارمة والغرامات المالية الكبيرة، وأيضا إيجاد مصحات الذين يريدون أن يتخلصوا من هذه الآفة المبيدة للمجتمع. أعطيكم العافية. وأنا برأيي ولو أنه أنا أستطيع ومعاي القدرة، حاولت سابقا لكن حقيقة ما نجحت، والأمر بده جهد كبير، وهي دعوة ياريت أن واحد يلتقط هذه القضية ويبادر يقول أنا لها، أنه إحنا بحاجة إلى مثلا عندنا في طول كرم أو يعني ما في عندنا مثلا جمعية لمكافحة المخدرات، ما
في عندنا جمعية لمكافحة المخدرات، ما في عندنا حدا يرعى انه نعمل مصحة. اكبر مشكلة بتواجه الشرطة وجهاز مكافحة المخدرات انه حتى القانون اعطى اللي بيمسك لاول مرة او بيسلم حاله او الاب اللي بيسلم ابنه بسامحوه اول مرة بشرط انه يكتب تعهد انه يتعالج، لكن المشكلة بتواجهه وين يتعالج؟ ما في اماكن للعلاج ومصحات للعلاج، لانه هذا موضوع شوي بده يعني تخصص في موضوع العلاج. احنا ما عندنا مصحات، ليش احنا وانا ادعو هذا الكلام، احنا بدل ما نسارع الى بناء المساجد او المدارس حتى لا نبني مصحة مثل هذه على مستوى، خليها تكلفنا، ما احنا بندير حتى كحكومة وكشعب وكناس كبار في مئات الالاف وملايين بتنحط هون وهناك، خلينا نعمل لنا مصحات قوية زي ما نعمل مستشفيات، نعمل مصحات نعالج ابنائنا في مثل هذا الموضوع. احنا طبعا يعني كلام كثير، انا اسمحوا لي اني الخص في 5 دقائق سريعات بعض الأمور في هذه الحلقة. إحنا نعرف الحكم الشرعي، يعني أنا مش جاي أحكي في هذه الحلقة إنه والله المخدرات حرام، هذا فيكم بيعرف أو بشك إنه المخدرات حرام، حدا فيكم بشك إنه الخمر حرام، حد يعني أصلاً من قال من شك أن الخمر حرام هذا كافر، من شك أن الخمر حرام هذا كافر بنص العلماء، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة أنكر آية من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أصعب أو أقوى تعبير لفظي في اللغة العربية للاجتناب وللتحريم استخدم في هذه الآية، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بعدين علل إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فلذلك إحنا مش جايين نناقش إنه حلال وحرام، ما أظن إنه الآن يعني الشباب بوقعوا في موضوع المخدرات لأنه هو مش عارف إنه حرام، لا، المشكلة إنه إحنا لازم ندور هذه تعاطي المخدرات هي نتيجة، يعني هو وصل لهذه المرحلة نتيجة إفراز لواقع مجتمعنا بنعيشه، خلينا ندور على الأسباب، إذا بدنا نعالجها لازم ندور على الأسباب، مش نوقف يا المروجين مجرمين والمتعاطي مجرم ولازم قتله ولازم ضربه ولازم لازم لازم وحبسه ونحبسه. طيب بعدين لا احنا قاعدين بوصلونا بنعاقب، ليش ما نروح إشي بنسميه التربية الوقائية مش التربية العلاجية؟ كيف بدنا نعمل التربية الوقائية؟ إنه ندور على أسباب هذه الظاهرة ونحاول نعالجها معالجة حقيقية. يعني من ضمن الأسباب اللي أنا شفتها من خلال كثير من الحكي وملخص لكل هذه المشاركات اللي احنا شفناها سواء فرهود أو في الظل أو الفيسبوكيات أو صوت الشارع كل هذا، وأيضا من خلال ما يصلني من كثير من الأسئلة والاستشارات، بدنا نقول شغلة مهمة كثير، إنه من الأسباب عديدة لكن أنا أجملتها في 6 أسباب رئيسية سريعة. أولا الاحتلال، واجب أن لا ننسى الاحتلال في كل شغلة، أنا مش شماعة بنحط على الاحتلال، لكن حقيقة الاحتلال له دور كبير في ترويج المخدرات. في الظاهر إنه الاحتلال لا، هذه قضية إنسانية وبشاركش فيها وممكن يزعلوا علينا ليش نحكي هيك، لكن في الحقيقة إنه إحنا لما نلاقي الاحتلال مثل يعني لا يضرب بيد من حديد على من يأتينا من عنده من مروجي المخدرات، لا يتعامل بتعاون حقيقي في موضوع مكافحة المخدرات، هذه قضية. لما نلاقي إنه كثير من اللي بتعاملوا في ترويج المخدرات هم أناس مشبوهين، وإحنا بنعرف طول عمرنا تعلمنا وتربينا وإحنا صغار في 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 الحركات الوطنية والإسلامية وفي كل التعميمات الأدبية والاجتماعية والأخلاقية وكذلك في السجون وغيرها، هذه الأدبيات كلها كانت قلنا دائما أن السقوط الأخلاقي هو بداية والمقدمة للسقوط الأمني والسقوط في بحر العمالة والخيانة، تبدأ من هنا الاستغلال لحاجات الشباب، وأنه يقع في مستنقع الرذيلة ومستنقع المخدرات والحشيش قد يكون الطريق اللي يدخله الاحتلال من أجل الإسقاط الأمني وتحويل كثير من شبابنا أو بعض شبابنا لموضوع أن يكونوا عملاء للاحتلال. لذلك الاحتلال هو مستفيد الأول على الأقل، حتى لو ما حولش الشباب إلى أن يكونوا عملاء له، على الأقل هو يحيد الشاب الذي يدمن على المخدرات أو يتعاطى الحشيش والمخدرات، هو هذا الشاب هذا لن يفكر لا بوطن ولا بغيره، لذلك هو سيحيد من أن يكون هو ثابت على أرضه وأن يكون صاحب قضية وبده يلهي بقضية كثير مهمة بالنسبة له. السبب الثاني اللي إحنا برضو بدناش نقولنا نحت الاحتلال، إحنا مسؤولين كلنا، زي ما قلت أنا قبل ما نعاقب الولد لازم نعاقب الناس اللي بتربي هذا الولد، وانا كثير بحكي انه هؤلاء الابناء هؤلاء الشباب هم نتاجنا، احنا اللي ربناهم، احنا اللي انشاناهم، احنا المسؤولين عنهم، زي ما بنربيهم شو بتزرع شو بتحصد، احنا زرعنا فيهم هيك طلعوا هيك، احنا مش زرعناهم انه يحبوا المخدرات لكن احنا ما حصلناهم صح،
احنا جعلنا مناعتهم ضعيفة، احنا ما خليناهم، ما حميناهم صح وما وعيناهم صح. لذلك وين دور الأسرة، وين دور الآباء والأمهات، وحكينا عنه قبل شوي، ليش ما يقعدوا ويربوا ويعلموا؟ وين المدارس ودورها؟ ليش ما نعلم أولادنا في المدارس ونعطيهم مناهج عن موضوع المخدرات ونحذرهم؟ ويا ريت يا ريت اللي بيسمعونا الآن إن كل هذا، والله كل يعني كثير من الأفكار الرائعة الكبيرة بدت في فكرة صغيرة، ممكن واحد يسمع مني هاس يعمل فيها برنامج، يعمل فيها منهج، يعمل فيها كذا، من المعلمين يطرحها مديرية التربية والتعليم ونبدأ فيها بمدارسنا ونعمل توعية كبيرة وهجمة كبيرة ضد المخدرات وضد الحشيش. وين المؤسسات الشبابية الرياضية بنعمل مخيمات صيفية وبنعمل رياضية وبنعمل فرق وبنتسابق وبنروح وبنيجي، خلي هناك حقيقة لتوعية في موضوع المخدرات. أيضا من أسباب الوقوع في المخدرات الصحبة الفاسدة، ويا ريت ندور على صحبة أولادنا، بتبلش إنه صاحبي دخن بده دخن، مش زلمة بتكاش تدخن تعال نحشش تعال نجرب الحشيشة، أنت مش زلمة بتكاش مش ساخت تشرب بيرة، تقدرش تشرب بيرة، بتتحملش لطعم البيرة، طب خد لك هالحشيشة وخلينا نسلطن إلى آخر. من هون بتبدأ، لأنه بدوش يبين حاله صغير، بدوش يبين حاله إنه بينفعش، بدوش يبين حاله إنه مش زلمة قدام أصحابه، فبتلاقيه بجاريهم وبيعمل مثل هذه الأمور. إذن الصحبة الفاسدة من أكبر وأخطر الأمور الموجودة. أيضا لا ننسى إنه من الأسباب الإعلام للأسف الشديد، تابعوا المسلسلات والأفلام، مش دعوة لمتابعتهم في المسلسلات والأفلام، لكن خلينا نسمع شو بيعمل المسلسلات والأفلام. كم مسلسل وكم فيلم بيعمل لك مروج المخدرات بطل؟ قديش من الناس وقاعد قدام الفيلم وهو لا يدري بتعاطف مع مروج مخدرات، قال إيش؟ قال بنته مريضة بدها تعمل عملية وهي العملية غالية والمستشفى مش راضي يعمل هالعملية وبنته بدها تموت، فراح صار تاجر في مخدرات. احنا بنتعاطف والله تاجر مخدرات وتعاطفنا معه ويطلع على بنته. احنا في الحقيقة قاعدين بنبرر وبنعمل لأولادنا مثل هذا نموذج. احنا لما تيجي الصور عنا بالأفلام لما يبقى الاختلاط والحب والقبلات والأحضان والمش عارف ايش وكله كل حتى في قاعدة كبار الناس الأغنياء والناس المرتبين والناس الكذا، كأنه دائما صور الخمور أصبحت مألوفة جدا، هذا كيوس هذا كاس وصب لك كاس وشو بدك تشربه وبصحتك ومش عارف ايش وكذا، ومناظر الحفلات اللي بيكون فيها الشباب وسكرانين، فكأنه صار يعني هو نموذج للشاب الفايع، الشاب المبسوط، الشاب الكاجوال، الشاب اللي ماخذ حياته وعايش شفريه ومبسوط بحياته. فاحنا قاعدين ننقل هذا النموذج لاولادنا، بنغرس في العقل الباطن من خلال الاعلام انه هذه صوره ايجابيه قاعده للخمور والمخدرات والحشيش، ما بنظهرها بمنظر مقزز، ما بنظهرها بمنظر منفر، ما بنظهرها بمنظر انه هذه جريمه وهذه مصيبه وهذه كبيره. فلذلك احنا بنهدم شبابنا واعلامنا بيهدم شبابنا للاسف الشديد في مثل هذه القضيه. ايضا من ضمن الامور اللي من الأسباب إنه عدم وجود التوعية الحقيقية اللي أنا حكيت عنها وحكيت قبل شوي، وين البرامج التوعوية؟ كم برنامج بيطلع على التلفزيون في موضوع المخدرات؟ كم حلقة تعطى؟ كم كتيب يوزع؟ كم محاضرة تعطى؟ كم درس في المدرسة يعطى؟ كل هذه الأمور اللي إحنا بنحكي عنها. أيضا من الأسباب وأنا يعني أختم به إنه عدم وجود الأحكام الرادعة في القانون. يعني قبل سنتين ثلاثة تم التوقيع على قانون جديد بيرفع الترويج المخدرات وقد تصل عقوبة إلى 10 سنوات لمروج المخدرات، لكن كم مروج مخدرات حكم عليه بهذه القضية؟ والأسف الشديد شركاء المروجين المخدرات أحيانا بعض، وحطوا تحت كلمة بعض 100 خط، بعض المحامين اللي باعوا ذمتهم وضميرهم. يعني أنا مش ضد المحامين، بالعكس هم بنحطوا على الرأس والعين في كثير منهم، لكن اللي بخون أمانته وبصير هو بيعرف الباطل وبروح بدافع عنه وبشد حيله عشان يروح تاجر المخدرات عشان ياخذ مصريات زيادة شوي، أنا بعتبره هذا ممكن يكون شريك في مثل هذه القضية. إحنا مع أنه ينصف، القضاء وجد من أجل العدالة مش أجل أن ينقذ الناس، يعني المدافع عن المجرمين، القضاء وجد من أجل أن ينصف الضحية، من أجل أن نحافظ على أمن المجتمع. فلذلك مثل هؤلاء يجب أن لا أحد يقف معهم ولا يقف بصفهم إذا تأكدنا أنه فعلا مروج مخدرات وروج مثل هذه القضايا، وأن يأخذ حكمه الحقيقي. وأنا أدعو من هنا إخواننا القضاء اللي عراسنا وعلى عيننا أصحاب العدالة وأصحاب المكان والأمان الكبير اللي في رقابهم، إنه مثل هؤلاء يجب أن لا يكفل، ويجب أن لا يخرج من السجن حتى يذوق وبال أمره، ويجب أن يضغط عليه وأن يضيق عليه حتى في السجون من أجل أن يتعلم، يشعر بالمرارة إنه هذه قضية مش سهلة، والله مش الله سرح مرة على سجن ريسمال أسبوع زمان اللي أنا مروح، هذه قضية خطيرة. وأنا أقول في النهاية رغم كل هذه الأسباب اللي أنا ذكرتها وأنا مقتنع فيها، لكن بقول هذا كله لشبابنا مش مبرر. يعني ما بدي هسه الشاب يقول والله كل هذول حق عليهم فأنا ضحية وبدي أسلم الأمر الواقع، لا،
إلى كل شاب يجب أن يكون واعي، إذا كان المجتمع مش مهتم فيك بده يدمرك، بدك تعرف في النهاية أنه أنت اللي بدك تتدمر، بدك تعرف في النهاية أنه المخدرات طريق أوله دلع وآخره ولع، أوله دلع وآخره وجع وآخره موت وآخره دمار وآخره حياة سودة، ما في إيش مزهزها وما في إيش إنسى الدنيا. اسمع وإقرأ وشوف كيف اللي بدمنوا على المخدرات حياتهم صعبة، حياتهم جحيم، حياتهم قرف، حياتهم نكد، حياتهم هم وحياتهم غم، ما بشعر لا طعم لا سعادة، كيف بعيش منبوذ في بيته في أسرته في مجتمعه، كيف دائما على الهامش، كيف هو حتى خجلان من نفسه. أنا متأكد أن كل واحد في داخله متألم بده حاجة حدا ينقذه. لذلك أنا أدعو كل الشباب لا توقع، لا تقلد، لا تجرب، لا تحاول، لا يكون عندك حب فضول وتحاول مثل هذه القضية، ولا تخسر لا دنياك ولا آخرتك. يعني على الأقل لما تروح تخطب واحد ويعرفوا عنك بتحشش ولا بتروج مخدرات كيف ممكن يقبلوك، وإذا قبلوك كيف ممكن تعيش معك، راح يكون الطلاق وتدمر حالك وتدمر بيتك وتدمر أسرتك وتدمر أولادك، كيف أولادك بيطلعوا وأنت محشش أو بتتعاطى مخدرات. كل هذه الأمور راح تحطها قدامنا، شو موقف أبوك، شو موقف أمك، شو موقف عيلتك، أنت كيف في المجتمع، هيك انت بتخسر حياتك وبالارض بتخسر اخرتك. هذا حتى لا نقع فيه، اللي يقعوا في الموضوع استغفروا الله وارجعوا لله وتوبوا واستعينوا باللي حواليكم اللي بتثقوا فيهم. ارجع لابوك لامك لصحبه مليحه، اسمع، ارجع لواحد ممكن يساعدك وياخذ بايدك وينقذك ويطلعك من هذا الموضوع. فيش شيء اسمه مستحيل مع الاراده. واذا نظرنا اذا كان اللي في الظل الشخصيه اللي جبناها كان امه الدافع اللي توفت، الدافع له انه يدشر، خلينا احنا نخلي الدافع لنا ربنا سبحانه وتعالى. خلينا الآخرة تستاهل أنه أنا في الدنيا أعيش على المخدرات وفي الآخرة أكون في جهنم والعياذ بالله. لا، خلينا أوقف أقول لا، لازم أرجع ولازم أبدأ صفحة جديدة ولازم أعمل حتى أكون أنا مبسوط في الدنيا وشخصية في الدنيا وأنا عارف قيمتي في الدنيا وفي الآخرة أستطيع التغيير الحقيقي. يعني موضوع المخدرات بضل موضوع كبير وحكينا عنه كثير. أنا أسأل الله أن كل واحد يسمع منا الكلام هذا إنه كله ويكون هو عنصر نشر، لأنه برنامجنا ممكن يشاهدوه 1000، 2000، 3000، 5000، 10000 مع الفيسبوك مع كذا، لكن هذا لا يكفي. احنا بدنا نشر لكل بيت ولكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل مسؤول. فخلينا احنا نعمل شير لهذه الحلقة وخلينا احنا نأخذ منها المقتطفات وننشرها على صفحاتنا وخلينا احنا نحكي فيها ونحكي بمعلوماتنا اللي احنا فيها. وفي النهاية اللي بيحب يسمع خلاصة حلقتنا مجاهد عيسى لخص لنا إياها في مختصر الكلام، نسمع مختصر الكلام. مرحبا شيخ، وتحياتي للمتابعين والمشاهدين جميعا. عمرك شفت في حياتك إنسان طبيعي بيتناول مخدرات والعياذ بالله وبيستمر على طبيعته حتى مع نفسه مع ذاته أو مع الناس واللي حوله؟ طبعا لا. طب هل في دين أو ملة أو جماعة أو حتى مجتمع بأكمله بيبرر هاي التصرفات وبيحللها؟ برضو طبعا لا، لأن المخدرات والعياذ بالله بتنهيك عقلا وجسدا وروحا وحتى نفسا. انت بتنهي كل جوانب حياتك، بل انت السعادة اللي كنت تبحث عنها أو الهروب من الواقع راح تشوف واقع أسوأ وأسوأ بتناول هاي الآفة. هل تعلم أن كلفة الأرواح البشرية اللي افتقدتها البشرية من خلال المخدرات أكثر من الأرواح اللي ماتت في الحروب العالمية المجتمعة؟ الأمر بيبدأ كيف؟ من خلال صديق سوء بيبدأ أنه خليني أجرب، خليني أشم، خليني أعمل أي شيء، لكن النهاية بتكون سوداء. إذا فالتجربة نفسها والتفكير بهذا الموضوع عبارة عن خطأ وخطر. أي شخص بهذا العالم بيعرف أنه المخدرات والعياذ بالله هي طريق سوداء ورح تقضي عليه وتزيد الضرر عليه، مش راح تهربه من الواقع اللي هو عايشه. ودون الحاجة من نصيحة من فلان وعلان، كل إنسان بيعرف مدى هذا الخطر. إذن فالموضوع إنه إحنا نتجنب الشخص المكان الصديق أي شيء له علاقة من قريب أو من بعيد بهذه المواضيع، ونعزز المفاهيم الإيجابية حول هذا الموضوع لأنفسنا وللي حوالينا وللمجتمع، فتجنبوا هاي الآفة والعياذ بالله قولا وفعلا وحتى حديثا، وتجنبوا كل شخص بيتقرب من هاي المواضيع. واهتموا دوما انكم تكونوا دائما ايجابيين وتملأوا الدنيا ايجابية وسعادة وخير، وتهتموا في انفسكم وبحياتكم وبمستقبلكم وتملأوا وقتكم بما يسعدكم ويسعد حياتكم. هذا هو الشيء الصح. تحياتي لكم جميعا ودمتم بايجابية وسعادة وامان. و
وبارك الله فيك أخ مجاهد على هذه الكلمات الرائعة المختصرة في مختصر الكلام. هيك احنا بنيجي لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعنا في النهاية إلا أن نشكر كل طاقمنا اللي معنا في البرنامج، شخصية فرهود المميزة وخالد، يعني تزعلش مني أنا اليوم بس هيك نوع من الزهزها لأنك شفتك مزهزة حبة تزهزه معك، شخصية فرهود سيناريو حوار وإلقاء خالد بدير وتحريك إسماعيل بلعاوي، برا عمر كان معنا في فقرة في الظل هو اللي بيصور بمنتج وبجهزها، الأخ برا عيسى عنا على الموشن جرافيك وتحريك الصور، ريهام أبو حبلي دائما معنا في طاقم صوت الشارع اللي بتجيب لنا كل هذه المقابلات، أيضا مجاهد عيسى بمختصر الكلام نشكرهم جميعا، الأخ عبد العارف وعماد علي معنا في هندسة الصوت، مجد حسين في البث التلفزيوني والمتابعة التلفزيونية، مساعد المخرج عنا علاء الجلاد، ودينامو مخرجنا الكبير إسماعيل البلعاوي، نشكر كل الجميع، وأيضا كلنا كطاقم برنامج نشكر لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ومتابعينا جميعا على حسن متابعتكم وتفاعلاتكم، أنا أعتذر ما بنقدر نقرأ كل المشاركات اللي معنا في البث المباشر، وأنا أشكركم شكر جزيل على تفاعلاتكم، إلى لقاء آخر يوم الأسبوع القادم سنتحدث عن المرأة، حضروا حالهم النسوان، راح نحكي في حلقة نارية عن المرأة لأنه في عنا يوم المرأة العالمي، أستودعكم الله، أنا محدثكم الشيخ عمار مناع، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.